هذا ليس مشهدا احتجاجيا يتخلق في احد شوارع تعز، بل هو تجمع لمواطنين يبحثون عن جوازات سفر. انها مصلحة الهجرة والجوازات بتعز تكتظ يوميا بآلاف المواطنين، لا سيما القادمين من المحافظات الشمالية. ازدحام بات يشكل ضغطا هائلا على هذه المؤسسة ويبقي الجميع لساعات طويلة في طوابير الانتظار. جالس بغير صباح لحد الآن، يعني ماسكين سرة والطريق يعني سرة من الحوبة لما وصلنا داخل تعز، يعني كل سرة لأنه افتتحت والناس هبوا كلهم. أجت أنا مرافق لي عمتي كانت عندي قلطة، فحصل بأنه التجاوب الكبير من قبل إدارة المصلحة والهجرة والجوازات بالتسريع والإصدار الجواز العاجل خلال 24 ساعة. 9 ساعات في اليوم يتحتم على الموظف هنا أن يبقى في العمل، قرار اتخذته الإدارة للتخفيف من حدة الازدحام، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بإدخال الخدمة الإلكترونية وتخصيص كبائن إضافية للمرضى وكبار السن. اضطرينا إن احنا نعمل فترتين دوام، من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، وبعدين من 2:30 إلى الساعة 6 مساء. كذلك أوجدنا كبائن إضافية حدود 5 كبائن، والآن إن شاء الله بقي 5 كبائن أخرى من أجل امتصاص الزحمة. كذلك أوجدنا موقع إلكتروني الحجز المسبق. وعلى الرغم من تلك الإجراءات، فإن المصلحة لا تزال تستقبل يوميا أكثر من 3000 شخص ممن يرغبون بالحصول على جوازات السفر، إذ بلغ عدد الجوازات التي تم إصدارها منذ بداية العام أكثر من 100,000 جواز، غالبيتها كانت لمواطنين قدموا من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. ازدحام كبير إذن في مصلحة الهجرة والجوازات بتعز، خصوصا مع فتح المنفذ الشرقي للمدينة. ازدحام يقول العاملون جعلهم يتخذون إجراءات إضافية للحد منه، لكن ما يميز العمل هنا هو وضع الأولوية القصوى للمرضى الذين يستدعي سفرهم إلى الخارج بشكل عاجل. هل سعيد، الحدث، تعز.